بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أحبتي الطلاب، حياكم الله في مراجعة الفصل السادس، الحركة في بعدين. الدرس الأول هو عبارة عن حركة المقذوف، ولدينا أهداف للدرس. أن تلاحظ أن الحركتين الأفقية والرأسية للمقذوف مستقلتان، تربط بين أقصى ارتفاع يصل إليه المقذوف وزمن تحليقه في الهواء وسرعته الابتدائية الرأسية باستعمال الحركة الرأسية. أن تحدد المدى الأفقي باستعمال الحركة الأفقية، تفسر كيف يعتمد شكل مسار المقذوف على الإطار المرجعي الذي يلاحظ منه. المقذوف، ما هو المقذوف؟ تعريف المقذوف هو عبارة عن جسم يطلق في الهواء وله حركتان مستقلتان، أحدهما أفقية والأخرى رأسية، وبعد إطلاقه يتحرك تحت تأثير قوة الجاذبية الأرضية. لو فرضنا أن طالب يقذف كرة إلى زميله، فإنها ستأخذ حركتين، إحداهما الرأسية وأخرى أفقية، حتى تصل إلى أقصى نقطة ثم تعود مرة أخرى إلى الأسفل إلى يد الزميل الآخر، وذلك تحت تأثير قوة الجاذبية الأرضية. المقذوف يوجد له مسار، وهالمسار الذي يسلكه الجسم المقذوف في الفضاء على شكل ما يعرف باسم شكل القطع المكافئ في الرياضيات. سنأخذ مثال، سنمثل حركة المقذوف بقفز الضفدع كما يلي. لو فرضنا هذا الضفدع موجود في النقطة الأولى، ثم قفز، ثم تحرك بالشكل التالي، ثم عاد مرة أخرى بدأ ينزل إلى الأسفل، فكأن شكل حركة المقذوف الضفدع كانها عبارة عن مقذوف كما ذكرنا سابقا الكرة مثلا. وسنحدد الآن الخط الذي سار فيه أو المسار بالشكل هذا، وهذا ما يعرف باسم مسار المقذوف ويسمى في الرياضيات قطع مكافئ. طبعا ما ينطبق على الضفدع، ينطبق على الكرة. لو كان اللاعب يرفع الكرة فإنها ستصل إلى أقصى ارتفاع ثم تعود مرة أخرى إلى الأسفل تحت تأثير الجاذبية الأرضية. استقلالية الحركة في بعدين، ذكرنا في الشريحة السابقة والتي قبلها في الأهداف أن المقذوف له حركتين ولها استقلالية، بحيث أن الحركة على محور الواي مستقلة عن الحركة على محور الإكس. وسنأخذ مثال، لو فرضنا سقوط كرتين أحدهما حمراء والأخرى زرقاء، بحيث تكون الكرة الحمراء تسقط سقوطا حرا أي تحت تأثير الجاذبية الأرضية، إذن ستكون حركتها على محور واي، بينما الكرة الزرقاء ستقذف بسرعة ابتدائية على محور الإكس، وسيكون أيضا لها حركة إلى الأسفل بفعل الجاذبية الأرضية. لدينا جدول يمثل خصائص الكرتين. الكرة الحمراء سرعتها الابتدائية على محور X تساوي الصفر، بينما سرعتها الابتدائية على محور Y أيضا تساوي الصفر. الكرة الزرقاء سيكون لها سرعة على محور X، المحور الأفقي أكبر من الصفر لها قيمة معينة، بينما على محور Y تساوي الصفر. سنشاهد الآن ماذا سيحدث للكرتين. الكرة في الحالة الأولى ستسقط الكرة الحمراء، الكرة الزرقاء أيضا ستسقط، ثم ستزداد بفعل الجاذبية الأرضية. لاحظ المسافات الموجودة بين الكرتين في المواقع، ثم ستزداد، ثم ستزداد، ثم ستصل أخيرا إلى سطح الأرض. لو قسمنا المسافات بالشكل التالي، يتضح لنا في الحالة الأولى أن الكرة الأولى عند إطلاقها توجهت إلى الأسفل، فكان لها سرعة على محور الإكس وسرعة على محور الواي. الكرة الأخرى الحمراء كان فقط لها سرعة على محور الواي وليس لها سرعة على محور الإكس. بنفس الطريقة في الحالة الثانية، لاحظ أن امتداد السهم الأزرق الذي يمثل السرعة على محور الإكس هو ثابت لا يتغير، بينما نلاحظ اللون الأخضر كلما نزلنا إلى الأسفل يزداد. أيضا نفس الكلام بالنسبة للكرة الحمراء، نفس الكلام. إذا نلاحظ في الرسم أن مركبة السرعة في محور واي
أو السرعة على محور واي تزداد، وذلك بسبب الجاذبية الأرضية لوجود تسارع الجاذبية الأرضية واتجاهها إلى الأسفل. بينما نشاهد أن المركبة السينية أو مركبة الإكس بالنسبة للسرعة على الكرة الزرقاء هي ثابتة لا تتغير. سنرسم مخططين منفصلين للحركتين الأفقية والرأسية وجمعهما. إذا تذكروا في الفصول الماضية أخذنا طريقة رسم المخطط عبارة عن الجسيم النقطي واتجاه السرعة أو اتجاه الحركة بسهم. طبعا هذا المحور الأعلى هو عبارة عن Y موجب X موجب. سنبدأ من النقطة، سنلاحظ يوجد لها حركة إلى الأسفل، ونلاحظ ازدياد السهم بمعنى ازدياد السرعة. إذا كانت في البداية السرعة الابتدائية على محور X تساوي صفر، على محور Y تساوي صفر. لما سقط سقوطا حرا ازدادت السرعة بفعل تسارع الجاذبية الأرضية. بالنسبة على المحور X هي بالشكل هذه السرعة الابتدائية، السرعة على محور Y وهذا التسارع على محور Y. بالنسبة على محور X لاحظ أن طول السهم ثابت، وهذا دليل على أن التسارع على محور X يساوي الصفر. التسارع فقط هو موجود على محور الواي، ولو نظرنا إلى طول السهم الأحمر لوجدنا تزايد الطول. سنرسم الآن المنحنى أو الكير بالشكل التالي. سندمج الآن ما بين الحركة أو النقاط ما بين السرعة على محور X والسرعة على محور Y كمنحنى، وستكون بالشكل التالي. طبعا واضح أن السرعة على محور X ثابتة بينما السرعة على محور Y متغيرة، ولهذا التسارع على محور X يساوي صفر، بينما التسارع على محور Y هو عبارة عن 9.8 إذا أخذنا بالاعتبار أن الاتجاه الحركة إلى الأسفل هو الاتجاه الموجب بفعل تزايد التسارع. تقويم: قذف حجر أفقيا بسرعة 5 متر لكل ثانية من فوق سطح بناية ارتفاعها 78.4 متر. هذه البناية، الحجر يوجد عندنا في الأعلى، هذا الارتفاع، ارتفاع البناية هو عبارة عن 78.4 متر. قذف بسرعة ابتدائية إذا له سرعة، أو قذف بشكل أفقي إذا له سرعة على محور الإكس، إذا سيقذف بالشكل التالي، هذا اتجاه السرعة، إذا سيأخذ الشكل التالي ثم سيسقط إلى الأسفل بفعل الجاذبية الأرضية. المعطيات: VXI السرعة الابتدائية على محور الإكس 5 متر، المسافة والارتفاع 78.4، تسارع الجاذبية الأرضية 9.8 بالموجب إذا أخذنا أن الاتجاه الأسفل هو الموجب بفعل تزايد السرعة، VYI تساوي الصفر. حتى نوجد A، ما الزمن الذي يستغرق الحجر الوصول إلى أسفل البناية؟ إذا المطلوب منا في A إيجاد الزمن. إيجاد الزمن لدينا ثلاث معادلات الحركة إذا تذكرها. المعادلة الأولى لا تناسب لعدم وجود سرعة نهائية، المعادلة الثالثة لعدم وجود سرعة نهائية. إذا تبقى لدينا فقط معادلة الدرجة، المعادلة الثانية للحركة، ومعادلة هي عبارة عن دلتا دي تساوي في واي اي تي زائد نصف جي تي تربيع. ذكرنا من المعطيات أو من معطيات السؤال أن السرعة الابتدائية على محور واي هي تساوي الصفر. إذا الحد الأول سيساوي صفر تماما. إذا تبقى أن دلتا دي تساوي نصف جي تي تربيع. رياضيا نستطيع الحصول على تي، وتي ستساوي الجذر التربيعي لاثنين دلتا دي على جي، وبتعويض القيم سنحصل على نتيجة أن الزمن يساوي 4 ثواني. المطلوب بي على أي بعد من قاعدة البناية يرتطم الحجر بالأرض؟ إذا هذا البعد هو المطلوب منا إيجاده وسنسميه X. إذا حتى نحصل على X، إذا سنتحدث عن السرعة الموجودة على محور X، سنتحدث عن الزمن، المسافة، لو ذكرنا قانون السرعة، السرعة تساوي المسافة على الزمن، إذا بالتالي نستطيع أن
نكتب القانون بدلالة الإكس أن إكس تساوي السرعة ضرب الزمن. إكس على محور إكس، إذن سنأخذ السرعة أو مركبة السرعة الموجودة على محور الإكس، إذن هي عبارة عن 5 في 4 وتساوي 20 متر. إذن سيسقط الحجر بعيدا عن البناية مسافة 20 متر. المطلوب سي، ما مقدار المركبتين الرأسية والأفقية لسرعة الحجر قبيل صدامه في الأرض؟ إذا تذكرنا قبل شريحتين تقريبا عندما أخذنا الرسم المخطط للحركة لمقذوف وقلنا يوجد عندي حركتين منفصلتين أحدهما على محور X والأخرى على محور Y، ذكرنا أن الحركة على محور X سرعتها ثابتة ولا تتغير، وبالتالي فإن المركبة الأفقية هي عبارة عن 5 متر لكل ثانية، إذن هي مقدار ثابت لا يتغير. بالنسبة للحصول على المركبة الرأسية، إذن نتكلم عن محور Y، لدي ارتفاع D وهو في اتجاه الواي، ولدي مطلوب مني السرعة في اتجاه الواي، إذن أستطيع استخدام معادلة الحركة الأولى VYF تساوي VYI زائد JVT. ذكرنا أن VYI تساوي الصفر، لا يوجد لدي سرعة ابتدائية على محور الواي، إذن VYF هي عبارة عن JVT 9.8 في 4 سكند التي سبق وحصلنا عليها في المطلوب P، وبالتالي ستكون الإجابة 39.2 متر لكل ثانية. هذا بالنسبة لمركبة السرعة الرأسية. المقذوفات التي تطلق بزاوية، ماذا يقصد المقذوف الذي يطلق بزاوية؟ أي أنه يصنع زاوية بينه وبين محور الواي أو محور الإكس، وفي العادة احنا نأخذ محور الإكس، وهي عبارة عن مقذوف بالشكل التالي كقذيفة مدفع أو ككرة لاعب قذفها فأخذت المنحنى أو الكيرف بالشكل هذا. في البداية سيكون له حركتين كما ذكرنا سابقا، اللون الأحمر اتجاه السرعة إلى الأعلى أو اتجاه الحركة الأعلى، نلاحظ تناقص الأسهم، وهذا دليل على أن الجسم سيقف، وهذا بالفعل عندما نقذف جسم إلى الأعلى فإنه يصل إلى أقصى ارتفاع ثم يقف. نلاحظ تناقص الأسهم في اتجاه الأعلى، لأن التسارع سيكون في الحالة هذه سالب لأنه عكس اتجاه الجاذبية الأرضية، بينما على محور الإكس كما لاحظنا الأزرق الأسهم الزرقاء أنها ثابتة كما اتفقنا سابقا أن المركبة على محور إكس ثابتة لا تتغير. طيب عندما يصل إلى أعلى قيمة أو أعلى ارتفاع ماذا سيحدث الجسم؟ سيعود مرة أخرى إلى الأسفل وسيصبح بالشكل التالي. لاحظ أثناء اتجاه حركته إلى الأسفل تزداد سرعته بفعل الجاذبية الأرضية وتسارع الجاذبية الأرضية القيمة الموجبة، بينما الحركة التوافقية الأخرى الموافقة لها على محور X هي ثابتة، فلو نظرنا على الأسهم محور X هي مقادير ثابتة، بينما على محور Y في الصعود تتناقص وفي الهبوط تتزايد. بي واي اي واي واضح في تزايد الاسفل، البي اكس والاي اكس تساوي الصفر. المقذوفات التي تطلق بزاويه، سناخذ مثال اكثر توضيحا ثم ندمج الحركتين او السرعتين الموجوده على محور واي على محور اكس عند كل نقطه موجوده على المنحنى أو القطع المكافئ التي تتحرك الجسم. إذن لو فرضنا هذا هو عبارة عن القطع المكافئ التي تتحرك الجسم، هذا عبارة عن أقصى ارتفاع، وسنأخذ المسافة من نقطة السال أو من نقطة القذف إلى نقطة السقوط، وهي ما يعرف باسم المدى الأفقي، يسمى المدى الأفقي، وهو موجود على محور الواي أقصى ارتفاع، عفوا على محور الإكس أقصى ارتفاع موجود على محور الواي. سنأخذ الآن جسم ثم يقذف من نقطة الأصل نقطة صفرية، سيكون له مركبتين، مركبة على محور واي للسرعة ومركبة على محور الإكس. نستطيع إيجاد المحصلة بالشكل التالي اللي هي تعتبر المماس أو السرعة المماسية للكيرف أو المنحنى، وهي بالشكل هذا ويصبح لها زاوية ثيتا. عندما ينتقل إلى الأعلى نقذف الجسم، اتفقنا أن ستقل السرعة على محور واي بفعل الجاذبية الأرضية، بينما السرعة على محور إكس ستبقى ثابتة لن تتغير. نلاحظ محور X ثابت السهم الأزرق، بينما محور Y اللون الأحمر المتصل أو السهم الأحمر المتصل
قل طوله، وهذا دليل أنه قلت سرعته بفعل اتجاه التسارع السالب. لاحظ النقطة الأخرى أيضا، قل عند أقصى ارتفاع كم سيكون سرعتها أو المركبة على محور الواي؟ ستساوي الصفر، والدليل أنه سيقف ثم سيعود. أما على محور الإكس فكما اتفقنا أنها ستبقى السرعة ثابتة. في الاتجاه الآخر سنجد نفس الكلام، أصبح الآن قيمة للسرعة على محور واي، ازدادت القيمة على محور واي، ازدادت القيمة على محور واي. إذن لو أخذنا الخط الفاصل أقصى ارتفاع هو عبارة عن مرآة، فكأن ما يحدث في اليسار هو يحدث في اليمين مع عكس الاتجاه. في اليسار ستقل السرعة لأنها في اتجاه الأعلى عكس الجاذبية الأرضية تسارع سالب، بينما في الجهة اليمنى أو نصف الأيمن ستكون مع الجاذبية الأرضية تسارع موجب فتزايد السرعة. لدينا زمن، لو فرضنا أن الزمن من لحظة القذف إلى أعلى نقطة ولنفترض مثلا 5 ثواني، كم سيستغرق من أعلى نقطة إلى أن يسقط على الأرض قبل أن يلامس الأرض أو حتى يلامس الأرض؟ كم سيستغرق الزمن؟ سيستغرق نفس الزمن، استغرق في الصعود 5 ثواني، سيستغرق في الهبوط 5 ثواني. وبالتالي نستطيع أن نقول أن الزمن الإجمالي هو عبارة أو زمن بقائه في الهواء أو زمن تحليقه في الهواء، أو الزمن الإجمالي كلها بنفس المعنى هو عبارة عن زمن الصعود ضرب 2 أو زمن الهبوط ضرب 2، أو نستطيع أن نقول هو زمن الصعود زائد زمن الهبوط. الحركة الدائرية، الدرس الثاني، واضح من مسمى الدرس أن الحركة ستكون في مسار دائري وليست حركة أو مسار خط مستقيم. أهداف الدرس تفسر لماذا يتسارع الجسم الذي يتحرك بسرعة ثابتة المقدار في مسار دائري. جسم يسير مسار دائري سيتحرك بتسارع، وسنشاهد لماذا. تصنف أو تصف كيف يعتمد مقدار التسارع المركزي على سرعة الجسم ونصف قطر مساره الدائري. تحدد القوة التي تسبب التسارع المركزي. وصف الحركة الدائرية، ما هي الحركة الدائرية المنتظمة؟ ماذا نقصد بها؟ دائرية منتظمة، إذن نذكر جسم يسير في مسار دائري يبعد مسافة محددة ثابتة من سطح الدائرة، وهي ما تعرف باسم نصف القطر. إذن هي حركة جسم بسرعة ثابتة حول دائرة نصف قطرها ثابت. هذه الدائرة، النقطة اللي موجودة في الوسط هي عبارة عن مركز الدائرة، ولنفترض أنه يوجد لدي جسم باللون الأحمر سيبعد عن المركز عبارة عن نصف القطر R1، وسيكون له سرعة. لو فرضنا أن الدوران مع عقارب الساعة سيكون اتجاه سرعته بالشكل التالي، ودائما تمثل بالمماس عند تلك النقطة، والمماس دائما هو خط يلامس الدائرة ويصنع زاوية 90 مع نصف القطر. إذن هذا بالنسبة للسرعة الأولى. طبعا هو يتحرك ولهذا سمينا R1 وV1. إذن سينتقل إلى نقطة أخرى، ولنفترض هذه النقطة الأخرى، كم تبعد هذه النقطة عن مركز الدائرة؟ تبعد نصف القطر، وسنطلق عليها R2، نقصد بها النقطة الأخرى التي تحرك لها الجسم. أما نصف القطر فهو مقدار ثابت في الدائرة، هو عبارة عن R. سيكون له اتجاه سرعة هنا، وسيكون اتجاه السرعة مماس، وسيصبح هذا هو عبارة عن اتجاه السرعة، وسيسمى V2، ويوجد زاوية ما بين R1 وR2 اللي هي الزاوية اللي تحركها الجسم. لو استقطعنا الحركة والنقطتين لوجدنا أن R1 وR2 بالشكل التالي، نستطيع إغلاق المسار ويصبح هذا ما يعرف بدلتا R، الفرق ما بين R1 وR2، R1 وR2 بنفس الكيفية بالنسبة للسرعة، V1 وV2، وسنغلقها وسيعطيني دلتا V. لحساب السرعة، احنا نعرف ان قانون السرعة دي تساوي دلتا دي على دلتا تي، او معدل تغير المسافة بالنسبة للزمن. المسافة التي تحركها هنا بالنسبة للدائرة هي عبارة عن دلتا ار،
إذا نستطيع نقول أن قانون السرعة هو عبارة عن V تساوي دلتا R على دلتا T. التسارع المركزي، تسارع جسم يتحرك حركة دائرية بسرعة ثابتة المقدار ويكون في اتجاه مركز الدائرة التي يتحرك فيها الجسم. يعني لو رجعنا إلى الرسمة السابقة وتحرك من نقطة A أو من نقطة 1 إلى نقطة 2، فسيكون لدينا تسارع واتجاهه إلى داخل الدائرة، إلى مركز الدائرة، وهو عبارة عن AC، يطلق عليه AC، التسارع المركزي. يعطى قانون التسارع المركزي بالصيغة، في عندنا صيغة ثابتة لقانون التسارع المركزي، هي عبارة عن V تربيع على R، أو دلتا V تربيع على R، وR هو عبارة عن نصف القطر. القوة المركزية، ماذا نعني بالقوة المركزية؟ محصلة القوة التي تؤثر في اتجاه مركز دائرة وتسبب التسارع المركزي. إذن هي محصلة قوة تؤثر في اتجاه مركز الدائرة، اتجاهها إلى الداخل، وتسبب التسارع المركزي. إذن قوة مرتبطة بتسارع، القوة مرتبطة بتسارع، سينتج لدينا قانون نيوتن الثاني في الحركة الدائرية. قانون نيوتن الثاني أخذناه سابقا، هو عبارة عن F تساوي M في A، M الكتلة هو A التسارع في خط مستقيم. درسنا اليوم أو التسارع اللي حسبناه هو عبارة عن التسارع المركزي، وبالتالي ستصبح F تساوي M في AC. إذا F المحصلة هي عبارة عن M في AC. تقويم، تتحرك طائرة بسرعة 201 متر لكل ثانية عند دورانها في مسار دائري. إذا المسار لدينا مسار دائري، ما أقل نصف قطر لهذا المسار بوحدة الكيلومتر على أن يبقى مقدار التسارع المركزي أقل من 5 متر لكل ثانية تربيع. إذا المطلوب منا إيجاد نصف القطر. ما هي معطيات المسألة؟ ذكر لي السرعة 201 متر لكل ثانية، التسارع 5 متر لكل ثانية تربيع لأن أقصى تسارع، وR هي المجهولة، المسار دائري. إذن يفترض أن يطبق فيه قانون التسارع المركزي، AC يساوي V تربيع على R، المطلوب في السؤال R. إذن علاقة رياضية أن R تساوي V تربيع على C، وبالتالي 201 تربيع على 5، وسيعطينا النتيجة 8080.2 متر. المطلوب في السؤال إيجادها بالكيلومتر، ذكرنا في الفصل الأول التحويل في جدول التحويلات في صفحة 17 تقريبا، طريقة التحويل من المتر إلى الكيلو متر، وقلنا من متر إلى كيلو متر سنقسم على 1000، وبالتالي سيصبح الجواب هو عبارة عن 8.0802، ولتقريب المسألة ستصبح 8.1 كيلو متر. الدرس الثالث، السرعة المتجهة النسبية. أهداف الدرس: تحلل حالات تكون فيها مجموعة المحاور متحركة، وكذلك تحلل مسائل متعلقة بالسرعة النسبية. السرعة المتجهة النسبية، بفرض أن سرعة القطار 20 متر لكل ثانية، فما سرعة الشخص داخل القطار بالنسبة؟ إذن لذا سميت سرعة نسبية، بالنسبة للقطار ومراقب، المراقب أرض، شجرة، أي جسم ثابت خارج القطار. الشكل الموجود أمامي، شكل واحد، شكل اثنين، شكل ثلاثة، قطار، يتضح من شكل رقم واحد أن الشخص يجلس على الكرسي في القطار، وبالتالي سرعته تساوي الصفر. شكل اثنين، الشخص يسير إلى الأمام في نفس اتجاه القطار وسرعته واحد متر لكل ثانية. في الشكل رقم ثلاثة، الشخص يسير في الاتجاه المعاكس لاتجاه القطار، كأنه يذهب إلى خلف القطار بسرعة مقدارها واحد متر لكل ثانية. لدينا جدول، سنوجد سرعة الشخص
بالنسبة للقطار وبالنسبة للمراقب وفقا للأشكال واحد واثنين ثلاثة. بالنسبة للشكل رقم واحد، سرعة الشخص بالنسبة للقطار، سرعة القطار 29 متر كل ثانية، الشخص الموجود داخل القطار بالنسبة للقطار كم تساوي سرعته؟ الشخص ساكن وبالتالي فإن سرعته تساوي صفر. في الشكل رقم اثنين، بالنسبة للقطار الذي سرعته 20 متر لكل ثانية، الشخص بالنسبة للقطار كم تساوي سرعته؟ واضح أن سرعته 1 متر لكل ثانية. الشخص أو الشكل الثالث كم ستكون سرعته؟ بما أنها بالاتجاه المعاكس إذن ستكون الإجابة سالب 1 متر لكل ثانية، سرعة متجهة، إذن سنأخذ الاتجاه بعين الاعتبار معنا. بالنسبة للمراقب، مراقب شخص خارج القطار، ولنفترض شخص واقف في محطة القطار أو أيا كان ويشاهد القطار والشخص داخل القطار. في الحالة الأولى الشخص المراقب يشاهد القطار يسير أمامه بسرعة 20 متر لكل ثانية، والشخص داخل القطار جالس، كم تكون سرعته بالنسبة لخارج القطار؟ طبعا ستكون سرعته هي عبارة عن 20 متر لكل ثانية. بالنسبة للحالة الثانية، المراقب يشاهد القطار يسير إلى الأمام بسرعة 20، والشخص داخل القطار يسير بسرعة 1 متر لكل ثانية، إذا كأنه يشاهد سرعتين، إذا ستصبح سرعة الشخص داخل القطار كأنها 21 متر لكل ثانية. بالنسبة للجزء الأخير أو الشكل الثالث، المراقب يشاهد القطار إلى الأمام بسرعة 20، والشخص يرجع إلى الخلف بسرعة 1 متر، إذا اتجاهين مختلفين، إذا ستصبح المحصلة هي عبارة عن 19 متر لكل ثانية. إذا سننسب الآن، سنأخذ السرعات، شخص بالنسبة لشيء يتحرك وبالنسبة لشيء ثابت هو عبارة عن المراقب. إذا سنربط جسم متحرك أو الجسم المراد دراسة سرعته مع الجسم المتحرك الموجود فيه كالقطار مثلا مع المراقب الموجود خارج القطار، وسنرمز للشخص بالرمز A والقطار بالرمز B والمراقب بالرمز C، وسنصل إلى قانون السرعة النسبية وهو VAC تساوي VAP زائد VPC. المقصود فيها سرعة الشخص بالنسبة للمراقب تساوي سرعة الشخص بالنسبة للقطار زائد سرعة القطار بالنسبة للمراقب. نأخذ مثال الحالة الثانية، سرعة الشخص بالنسبة للمراقب ذكرنا أنها تساوي 21، كيف حصل عليها؟ لو رجعنا للقانون VAB، حسب سرعة الشخص بالنسبة للقطار هي عبارة عن 1 زائد سرعة القطار بالنسبة للمراقب وهي عبارة عن 20، فبالتالي أصبحت السرعة هي عبارة عن 21، وبنفس الطريقة بالنسبة لجميع الحالات. تقويم، يتحرك قارب في نهر بسرعة 2.5 متر لكل ثانية بالنسبة للماء، بينما يسجل سرعته مراقب فيجدها 0.5 متر لكل ثانية بالنسبة إليه، ما سرعة ماء النهر؟ وهل يتحرك ماء النهر في اتجاه حركة القارب أم في اتجاه معاكس؟ المعطيات، باعتبار أن القارب A والنهر B والمراقب C كما ذكرنا سابقا. المعطيات، لنأخذ السرعة الأولى، السرعة الأولى سرعة القارب بالنسبة للماء، إذن هي سرعة A بالنسبة لB، إذن هي VAB وتساوي 2.5، بينما يسجل سرعته ترجع لمن؟ للقارب. من يسجلها؟ مراقب. إذن الآن سنأخذ سرعة القارب بالنسبة للمراقب، القارب A والمراقب C، إذن هي عبارة عن VAC وتساوي كذا. ما سرعة ماء النهر؟ سرعة ماء النهر بالنسبة لمين؟ بالنسبة للمراقب، إذن هو يطلب مني VB بالنسبة لي C، فأصبحت هي الجزء المجهول. سنطبق القانون أن A أو V A بالنسبة لC تساوي V A بالنسبة B زائد V B بالنسبة لC. الجزء المطلوب أو المجهول لدينا V B بالنسبة لC، عملية رياضية سننقلها إلى الطرف الآخر وستصبح المعادلة عندي بالشكل التالي، ثم سنعوض الآن بالقيم فتصبح نصف ناقص 2.5 وسيكون الجواب سالب 2 متر لكل ثانية. لماذا الإشارة السالبة؟ الإشارة السالبة تدل على أن اتجاه القارب عكس اتجاه النهر، إذن الإشارة السالبة تعني أن اتجاه حركة القارب معاكسة لحركة النهر.
وفي الختام أسأل الله لكم التوفيق، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله في مراجعة الفصل الأخير، الفصل السابع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأثني عليه وأصلي وأسلم على سيد خلقه أجمعين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أبنائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف نناقش الفصل الخامس الذي يتضمن موضوعان هما السلوكات الأساسية والسلوكات البيئية. هناك مجموعة من الأهداف لا بد من التطرق إليها، وهي تفرق بين السلوك المتعلم والسلوك الغريزي، تصف الأنواع المختلفة لسلوك الحيوان، تصف الأنواع المختلفة من سلوك التنافس والتواصل والحضانة، تحلل إيجابيات السلوك وسلبياته من حيث البقاء والقدرة على التكاثر. بالانتهاء من مناقشة هذان الموضوعان سوف يكون عندنا الإلمام بمجمل هذه الأهداف. سوف نتطرق إلى أول موضوع في السلوكات الأساسية، وهو ما يعرف بالسلوك. والسلوك هو طريقة يستجيب بها الحيوان المثير ما، قد يكون هذا المثير مثير داخلي ومثير خارجي، فقد تكون المثيرات الداخلية مثل ارتفاع درجة الحرارة بسبب إثارة داخلية، وقد يكون هناك مثير خارجي كرائحة الطعام، وهذه نوع من أنواع المثيرات الخارجية. دائماً هذه الإثارات هي التي تعطينا نوع الاستجابة أو نوع السلوك الذي يؤديه الحيوان نتيجة أو يؤديه المخلوق الحي نتيجة لاستجابة لهذه المثيرات. النقطة الأخرى، ما الذي يؤثر في السلوك؟ ذكرنا قبل قليل أن السلوك يؤثر به نوعية الاستجابة للمثيرات، إن كانت هذه المثيرات داخلية أو خارجية. ما الذي يؤثر في هذا السلوك؟ قد يكون هذا السلوك يعتمد على الوراثة خصوصا ولا يتأثر بخبرة، وقد يكون هذا السلوك ناتج عن خليط من الوراثة والمثيرات البيئية. فلو نجد أن طائر الحسون يغرد خلال موسم التزاوج لجذب الإناث، لماذا دخل مرحلة التغريد؟ لأنه حدث عنده إثارة داخلية بإفراز هرمون الذكورة، وهذا الهرمون عندما يفرز يقوم طائر الحسون بنوع من التغريد. هذا التغريد ينبه الطيور الأخرى، ذكور الطيور الأخرى من نوع فصيلته، من نوع فصيل طائر الحسون، أن هذه منطقته، وهذا التغريد أيضا يجذب له شريك التزاوج. إذن فالسلوك الذي نتج من طائر الحسون هو عبارة عن إثارة داخلية، والإثارة الداخلية هذه السلوك الذي انطبع عنه قد يكون سلوك وراثي، وقد هذا السلوك يتأثر بالوراثة وبالخبرة السابقة التي اكتسبها من خلال عوامل بيئية. إذن هذا ما الذي يؤثر في السلوك. النقطة الأهم، كيف يتكون السلوك؟ كيف يتكون السلوك؟ العلماء يطرحون سؤالين عند دراسة سلوك الحيوان. ما الذي حفز الحيوان على التفاعل مع هذه المثيرات؟ ما الذي يعني أثار استثارته وجعله يؤدي هذا النوع من السلوك؟ فالعلماء يقومون بالبحث عن الأسباب، عن نوع هذه الإثارات، إن كان هذه المثيرات داخلية أو خارجية. النقطة الأهم أنهم يركزون على إيجابيات السلوك. ما الذي حدث؟ ما هو السلوك الإيجابي الذي قام به هذا الحيوان نتيجة استجابة لهذه المثيرات البيئية؟ فيقومون بالتركيز على السلوكيات الإيجابية أو السلوكات الإيجابية. إذن هذا بالنسبة لتكون السلوك. الآن سوف نتحدث عن أنواع السلوكات الأساسية. نجد أنهما عبارة عن نوعان. النوع الأول نسميه السلوك الغريزي. هذا السلوك الذي يعتمد على الوراثة وغير مرتبط مع تجارب سابقة، ودائما ما أفصلها بنقطة معينة، هذا عبارة عن سلوك تؤديه جميع النوع الواحد من أنواع المخلوقات الحية ولا يرتبط بتجربة سابقة. فوضعت هنا عبارة وذكرت أنه يشار إلى السلوكات بأنها غريزية عندما تشاهد السلوك نفسه، يسلكه عدد كبير من أفراد الجماعة حتى وإن كانت من بيئات مختلفة. فنجد أن مثلا الآن سلوك تقوم به الأسود في منطقة ما، ونأتي عند منطقة مرة أخرى
بعيدة عن المنطقة السابقة، ونجد أن نفس السلوك تقوم به الأسود، فنقول أن هذا عبارة عن سلوك غريزي يعتمد على الوراثة وغير مرتبط بتجربة سابقة. أيضا يعدل المشي سلوكا غريزيا، لأن بعض أنواع الثدييات تقوم صغارها يقومون بالمشي يعني منذ الصغر باعتماد على نوع هذه الثدييات، فلهذا نجد أن المشي السلوك الغريزي لم يكتسبه من السابق خبرة. هناك نوع من أنواع السلوك الغريزي وسوف نتطرق إليه بعد قليل، ما يعرف بأنماط الأداء الثابت. هذا نوع من أنواع السلوك الغريزي، ونقصد به أن مجموعة من الأعمال التي يقوم بها أي مخلوق حي نتيجة استجابة لمثير ما. الوزة تقوم بنمط أداء ثابت عند استجابتها لمثير، وهو خروج بيضة من العش. نوضح هذه النقاط. نجد أن الوزة تقوم بمجموعة أعمال. ما الذي جعلها أنها تقوم بهذا السلوك، وهو مجموعة أعمال معينة سوف نذكرها بعد قليل، نتيجة استجابة المثير. هذا المثير هو عبارة عن خروج البيضة من العش. فتلاحظ في البداية بدأت الوزة في دحرجة البيضة، ثم استخدمت منقارها في الجزء السفلي من منقارها في إعادة دحرجة البيضة حتى توصلها إلى العش. فبالتالي هي استخدمت أعمال، يعني أعمال ذات نمط معين حتى تنتهي من هذه الاستثارة، وهي عبارة عن خروج البيضة من العش وتعيدها مرة أخرى إلى العش. فإذا هذا نمط أداء ثابت يقوم به أي مخلوق حي دون التأثر بالخبرة، وإنما يعتمد على إثارة داخلية ويعتمد على السابق، يعتمد على الوراثة. إذا هذا نوع من أنواع السلوك الغريزي، وما يطلق عليه بأنماط الأداء الثابت. ننتقل إلى النوع الثاني، ما يعرف بالسلوك المكتسب. نجد الآن ذكرنا أن السلوكات الأساسية، ذكرنا النوع الأول السلوك الغريزي. الحين من السلوكات الأساسية نذكر السلوك المكتسب، وهو تفاعل بين السلوكات الغريزية والخبرات السابقة ضمن بيئة محددة. يعني اشتركت الآن الوراثة مع الخبرة، فتكون ضمن بيئة محددة. ونجد أن أنواع السلوك المكتسب 5 أنواع: التعود، التعلم الكلاسيكي الشرطي، التعلم الإجرائي الشرطي، السلوك المطبوع، والسلوك الإدراكي. نتطرق إلى هذه الأنواع كلا على حدة. التعود هو تناقص في استجابة الحيوان لمثير ما. هذا المثير ليس له تأثير إيجابي أو سلبي، ولكن الحيوان في البداية يزمجر منه أو يؤدي إلى إحداث نوع من الاستجابة لهذا المثير، ولكن هذا المثير يعني يقل أثره حتى يصبح يعني نوع من الأشياء يعني التي لا تؤثر في سلوك الحيوان. كمثال عندك الأحصنة أو الحصان عندما يمر في الشوارع كان يثير صوت السيارات وصوت صوت الناس اللي يكونوا متجاورين حوله. فنجد أن هذه الإثارات كانت لا يعني هذه الإثارات بدأت تتناقص عند الحصان، حتى أصبحت نوع من الأشياء المتعود عليها، فلا تسبب له أي نوع من أنواع السلوك. أيضا عندك الذي كانوا يستخدمون سابقا المزارعين، ما يعرف بالفزاعة، وهي توضع في وسط الحقول، ودائما في البداية كانت تتجنبها الطيور، ولكن بعد فترة وجدت أن الطيور هذه الإثارة لا تؤثر لا إيجابي ولا سلبي، فبدأ يحدث عندهم تناقص حتى أصبحت يعني يأتون عندها يعني يأتون عندها ولا يقومون بإحداث نوع من أنواع السلوك. فإذا هذا ما يعرف بالتعود، ما يعرف بالتعود. نأتي عند النوع الثاني من أنواع السلوك المكتسب، وهو ما يعرف بالتعلم الكلاسيكي الشرطي. هو الربط بين نوعين مختلفين من المثيرات. العالم بافلوف يعني الروسي قام بإجراء تجاربه على الكلب، عندما قدم طعام إلى الكلب فوجد الكلب يصير لعابة، فاستخدم إثارة وهو قرع الجرس. فعندما كان يقرع الجرس كان يقدم الطعام للكلب. الكلب الآن كلما سمع صوت الجرس ربط الكلب بين صوت الجرس ووجود الطعام، وبالتالي يصير لعابة. فالآن استخدم نوعين مختلفين من المثيرات، استخدم قرع الجرس ووجود الطعام، فأصبح الكلب يربط بين صوت قرع الجرس ووجود الطعام.
وهذه من تجارب العالم بافلوف وهو عالم روسي في عام 1900 ميلادي. إذن هذا ما يعرف التعلم الكلاسيكي الشرطي نتاج يعني نوع من أنواع السلوك المكتسب. إذن نأتي على النوع الثالث من أنواع السلوك المكتسب ما يعرف بالتعلم الإجرائي الشرطي، ودائما هذا التعلم يرتبط بأثر، قد يكون هذا الأثر إيجابي أو سلبي، فهو يستجيب للمثير والمثير هذا قد يعطيه نتيجة أما تكون إيجابية أو سلبية. هذا النوع من التعلم يعتبر الأكثر قوة والأطول بقاء. لو تلاحظ الصورة التي أمامك نجد أن طيور البط يعني اكتسبت معرفة بوجود البشر قرب حافة البركة أن تقوم بتقديم الغذاء لها، فأدى عندها إثارة هو وجود الغذاء، وأن يعني كلما قربت من البشر كلما حصلت على المادة الغذائية لها، بالتالي حدث عندها أن هناك إثارة هو وجود البشر، وفي نفس الوقت الحصول على المادة الغذائية هو عبارة عن نتيجة إيجابية. كمثال آخر وجد أن بعض الطيور تتغذى على الفراشات الزاهية أو نسميها الفراشات يعني نسميها الفراشات الزاهية الملكية ذات الألوان الزاهية، نجد أنها هي سامة لعديد المفترسات، فوجدوا أن بعض الطيور كانت تتغذى عليها وتصيبها نوع من الأمراض، فهذا المرض اللي كان يصيبها أحدث عندها نتيجة سلبية، وبالتالي كلما رأت هذه الفراشات لا تقوم بالتغذية عليها لأنها أحدث عندها نتيجة سلبية وهو عبارة عن المرض. أيضا نجد أن هذا التعلم الإجرائي الشرطي يعتبر من أكثر أنواع التعلم بقاء وأطول بقاء وأكثر قوة. إذا بالتالي هذا ما يقصد بالنوع الثالث ما يعرف بالتعلم الإجرائي الشرطي. ننتقل للنوع الرابع ما يعرف بالسلوك المطبوع، هو التعلم الذي يحدث في فترة زمنية محددة من حياة المخلوق ويستمر بعد ذلك. يعني السلوك المطبوع يعني نتج عنده يعني تحسس من هذا السلوك وأصبح عنده بعد فترة عبارة عن سلوك مطبوع في ذاكرته يؤديه ويقوم به دائما باستمرار. الفترة التي يمر فيها المخلوق الحي أو الحيوان حتى يصبح هذا السلوك مطبوع هو ما يعرف بالفترة الحساسة. وجدوا عندك في الصورة التي أمامك طيور مالك الحزين بدأت تنقرض لأنها لا تستطيع في فترة من الدورة في فترة من حياتها أنها لا تستطيع الانتقال في أثناء فصل الشتاء من مكان إلى مكان آخر، فاستخدموا ما يعرف بطارة خفيفة جدا. وجدوا أن أول سرب طيور مالك الحزين تبع هذه الطائرة في البداية وتتبع مسار هذه الطائرة، وجدوا أن هذه الطائرة رجعت مرة أخرى في أثناء فصل الربيع للعودة إلى موطنها الأصلي وتتبعت هذه الطائرة، فانطبع عنده سلوك مطبوع أنه يقوم في كل فترة في أثناء فصل الشتاء وأثناء فصل الربيع بالانتقال من مكان إلى مكان آخر، وبالتالي استطعنا أن نحافظ على يعني على طيور مالك الحزين من عملية من حدوث الانقراض. إذن هذا عبارة عن سلوك مطبوع بالنسبة للحيوان. نأتي عند النوع الخامس من أنواع السلوك المكتسب ما يعرف النوع الخامس السلوك الإدراكي، وهو يعد كل من التفكير والاستنتاج ومعالجة المعلومات لاستيعاب المفاهيم المعقدة وحل المشكلات سلوكات إدراكية. يعني الشمبانزي يقوم باستخدام الحجر لكسر الثمار، الغراب الآن يفتح الصنبور وهو نوع من أنواع يعني يفتح الصنبور حتى يحصل على الماء، هذا نوع من أنواع السلوك الذي يحتاج إلى نوع من التفكير، وكل مخلوق حي يمتاز عن مخلوق الحي آخر من حيث السلوك من حيث القدرة والتفكير والاستنتاج. إذا بالتالي أنا انتهيت الآن من الموضوع الأول ما يعرف بالسلوكات الأساسية، ذكرت ما هو السلوك، ما هي أنواع السلوك إن كان سلوك مكتسب سلوك غريزي، تطرقت إلى أنواع السلوك المكتسب، وهذا ما يعرف بالموضوع الأول السلوكات الأساسية. ننتقل للموضوع الثاني ما يعرف بالسلوكات البيئية. السلوكات البيئية نقصد بها هو تفاعل الحيوانات معا بسلوكات معقدة لأنها ورثت جينات تسمح لها بالعيش في بيئة معينة،
ونجد أن هذه الجينات ساعدتها فيما بينها في قضية التنافس، في قضية جمع الطعام، في سلوك الهجرة، في النمط الحيوي، وهي ورثت جينات مع وجود بعض السلوكات المعقدة استطاعت أنها تقوم بعدة سلوكات جعلتها تتكيف في المعيشة في بيئتها، فسبحان من وهب لها هذه السلوكات المعقدة. نأتي عند أول نوع من أنواع السلوكات البيئية التي تحدث على مستوى البيئة ما يعرف بسلوكات التنافس. دائما سلوكات التنافس تحدث على الطعام والمكان وشريك التزاوج، ودائما هذا السلوك يتم فيه تحديد السيادة أو السيطرة على المنطقة أو مورد ما. نجد أن سلوكات التنافس 3 أنواع، أما يكون سلوك الصراع أو سلوك السيادة أو سلوك تحديد منطقة النفوذ. نأتي عند أول نقطة من أنواع سلوكات التنافس. سلوك الصراع هي علاقة قتالية من فردية من النوع نفسه. هذه عادة لا يؤدي سلوك الصراع إلى القتل أو الموت يعني، أو الأذى الشديد بين النوع الواحد، لكن دائما تحدث مشاكل سلوك الصراع عندما يعرف بالبحث عن شريك التزاوج أو القتال أو الصراع على الموارد الطبيعية. دائما تحصل بين الذكور الإناء الذكور من النوع الواحد. إذا هذا ما يعرف بسلوك الصراع. نأتي على النوع الثاني من سلوكات التنافس، سيادة التسلسل الهرمي. دائما تكون في بعض الحيوانات تعيش في جماعات، دائما الأفراد الأعلى ترتيبا هي تتحكم في أفراد المجموعة بشكل كامل. الصورة التي أمامك نجد أن إناث الدواجن تقوم بالنقر على دجاجات الأخرى، وهذا نوع من أنواع السيادة، فهي تقوم بالنقر الدجاجة السائدة على الدجاجات الأخرى من أجل المحافظة على سيادتها، وهذا تفسير الصورة التي أمامك، وهذا نوع من أنواع سلوكات التنافس أو ما يسمى بسيادة التسلسل الهرمي. نأتي إلى النوع الثالث من سلوكات التنافس، ما يعرف بسلوكات تحديد منطقة النفوذ. ودائما الحيوانات تحدد منطقة خاصة بها ذات مساحة معينة، إما أن تكون عن طريق الإشارات الصوتية الزمجرة، وعن طريق التغريد أو صراخ السناجب، أو الإشارات الكيميائية مثل حيوان الفهد يفرز أجزاء من بوله في منطقة ما، وهذه المنطقة تنبه الذكور من النوع نفسه أن هذه منطقة نفوذ لذكر حيوان الفهد. وهذه عبارة عن ما يعرف بسلوكات تحديد منطقة النفوذ. إذا أنا تحدثت عن سلوك التنافس، وذكرت أن سلوك الصراع سيادة سلوك التسلسل الهرمي، سيادة التسلسل الهرمي، وأيضا سلوكات تحديد منطقة النفوذ. ننتقل للنوع الثاني من أنواع السلوكات البيئية، ما يعرف بسلوك جمع الطعام. ودائما هذا السلوك تقوم به المخلوقات الحية جميعها، وقد يكمن فيه بعض الخطورة عند وجود مفترسات، أو عند عدم وجود مفترسات، أو وجود مخلوقات تلتهم مخلوقات حية أخرى، فيه نوع من الخطورة في سلوك جمع الطعام، ولكن الحيوانات تتغلب على بعضها البعض. نأتي على النقطة الثالثة، سلوك الهجرة. نجد أن بعض الحيوانات تنتقل فصلية مسافات طويلة إلى مواقع جديدة حتى يزيد من فرص بقائها. بعض الطيور تهاجر آلاف الكيلومترات سنويا لكي تجد ظروفا أكثر عدم التغير في الفصول، وهذا أقرب مثال لنا عبارة عن هجرة الطيور في أثناء فصل الشتاء والعودة في خلال فصل الربيع. إذا هذا ما يعرف بأنواع السلوكات البيئية، سلوك الهجرة. ننتقل للنوع الرابع من السلوكات البيئية، ما يعرف بالنمط الحيوي. نجد أن النمط الحيوي هي عبارة عن سلوكات تحدث يوميا على هيئة نمط متكرر كالنوم والاستيقاظ. لكل مخلوق حي له ساعة بيولوجية، هذه الساعة البيولوجية تتأثر بعدد ساعات النهار أو التزايد في ساعات الليل، ودائما هي تتحكم في قضية النوم والاستيقاظ. وجدوا أن الإنسان الساعة البيولوجية الإنسان لها دورة يومية مدتها 24 ساعة و11 دقيقة،
نجد كل مخلوق حي له ساعة بيولوجية هي التي تتحكم في قضية النوم والاستيقاظ. إذا هذا ما يعرف بالسلوكات البيئية التي تشترك فيها مجموعة من المخلوقات الحية، وهي ما يعرف بسلوكات التنافس، سلوك الهجرة، وسلوك جمع الطعام، وما يعرف بالنمط الحيوي. ننتقل على نوع من السلوكات البيئية وهو ما يعرف بسلوك التواصل. دائما سلوك التواصل يحدث بين أنواع بين نوع واحد من أنواع الحيوانات المختلفة، وهو الهدف منه ضمان نجاح التكاثر الحيوان والبقاء. فنجد أن أنواع سلوكات التواصل عن طريق إفراز مواد كيميائية عالية التخصص مثل الفرمونات، أو عن طريق ما يعرف بالتواصل السمعي. نأتي على الفرمونات. الفرمونات نوع من أنواع سلوك التواصل، تتواصل بعض الحيوانات بإفراز مواد كيميائية عالية التخصص لا تستطيع المفترسات كشفها. فمثلا إناث عث الحرير تنتج الفرمونات، يعني طلب التزاوج أو لجذب شريك التزاوج لها. أيضا الفهد نجد أنه يترك رائحة للتواصل مع الفهود الأخرى، وكلها عبارة عن نوع من أنواع سلوك التواصل بين نوع واحد من أفراد المخلوقات الحية. التواصل السمعي، ودائما كلما عندما نذهب إلى أي منتزه أو أي حديقة نسمع بعض الأصوات، والأصوات تختلف من حيوان إلى حيوان آخر، وهي لها معاني مشتركة. دائما عندما نسمع بعض الأصوات فهي يعني تعطينا تنبؤ بنوع معين من الحيوانات. وجدوا عندك في الصورة الموجودة التي أمامك القرد المزمجر، ذكور القرود المزمجرة تدافع عن مناطقها، وهذا نوع من أنواع السلوك التواصل، وحتى إشارة إلى أن هذه مناطقها لا أحد يقترب منها، يمكن سماعها عن بعد 4 كيلومتر، وهذا نوع من أنواع التواصل، يعني قد يكون منها جذب شريك التزاوج، أو قد يكون منها أن تحدد المخلوقات الحية من فصائل أخرى أن هذه منطقة نفوذها لا يمكن أحد الاقتراب منها. إذن هذا نوع من أنواع سلوك التواصل. تطرقنا لسلوك التواصل أنه يساعد في نجاح التكاثر أو في بقاء المخلوق الحي في بيئته، وذكرنا ما يعرف بالفرمونات وما يعرف بالتواصل السمعي. ننتقل إلى نوع جديد من أنواع السلوكات البيئية، سلوك المغازلة والحضانة. بعض السلوكات التي تظهرها الحيوانات ترتبط مباشرة مع نجاح تكاثرية. فنأخذ المثال الأول، ذكر طير الفرقاط يقوم بنفخ أكياسه الحمراء لجذب شريك التزاوج. أما أنثى الشمبانزي فتقوم ب يعني رعاية صغارها حتى تصل بعض الأحيان أعمارهم إلى 5 سنوات، وهذا مثال على سلوك الحضانة. سلوك التعاون نوع من أنواع السلوكات البيئية، يظهر سلوك التعاون بين مجموعات الحيوانات من نوع نفسه. من الأمثلة على ذلك سلوك الإيثار والتضحية بالنفس. من الأمثلة على سلوك الإيثار نجد أن العاملات التي تعمل في خلية النحل تقوم بسلوك الإيثار، فهي تجمع الغذاء وتحمي الملكة وتحافظ على درجة حرارة مناسبة للخلية، وهذا ما يعرف بسلوك التعاون بين قوسين ما يسمى بالإيثار. نجد بالتالي أنا انتهيت من يعني مداولة ما يعرف بالسلوكات البيئية. تطرقنا إلى سلوك التعاون، سلوك المغازلة والحضانة، سلوك التواصل، ما يعرف بسلوكات التنافس، وسلوك جمع الطعام، والنمط الحيوي، وسلوك الهجرة، وكلها عبارة عن مجموعة من أنواع من السلوكات البيئية تقوم بها الحيوانات المختلفة. إذن بالتالي انتهيت من مناقشة أو مراجعة الموضوعان اللي هما عبارة عن السلوكات الأساسية والسلوكات البيئية. سوف ننتقل الآن إلى مناقشة وحل بعض الأسئلة. السؤال الأول، ما السلوك الذي يعتمد على الوراثة ولا يرتبط بالتجربة السابقة؟ نجد أن من خلال الأجوبة التعود والتعلم الكلاسيكي الشرطي والتعلم الإجرائي الشرطي، هذه نوع من أنواع السلوك المكتسب الذي يعتمد على خبرة سابقة. أما نمط الأداء الثابت فلا يعتمد على خبرة سابقة، وإنما يعتمد على الوراثة، فهو
السلوك الذي الجواب الأصح. السؤال الثاني بأي نوع من السلوك ينهمك الحيوان بحل المشكلات؟ نجد أن الذي يقوم يعني نوع من أنواع السلوك الذي يقوم به الحيوان بحل المشكلات هو عبارة الجواب الأصح هو عبارة عن السلوك الإدراكي، لأن السلوك الإدراكي يعد من الاستنتاج وحل المشكلات، ويعني هذا نوع من أنواع السلوك الإدراكي. البقية تختلف من حيث المسمى. هذا بالنسبة للسؤال الثاني. ننتقل للسؤال الثالث. السؤال الثالث: في أي الفترات يتكون السلوك المطبوع للحيوان؟ وذكرنا مثال عليه طائر مالك الحزين عندما يتبع الطائرة أثناء هجرته في أثناء فصل الشتاء أو فصل الربيع، ونسمي في بداية يتكون عنده السلوك المطبوع ما يعرف بالفترة الحساسة. السؤال الرابع: ما السلوك الذي يرتبط مباشرة مع نجاح التكاثر داخل أفراد النوع؟ دائما هو عبارة عن سلوك المغازلة إذا كان من النوع الواحد. السؤال الخامس: ما السلوك المرتبط مع الفرمونات؟ وذكرنا أن من أشكال التواصل بين المخلوقات الحية ما يعرف بالفرمونات، وما يعرف بالتواصل السمعي. فالجواب الأصح هو عبارة عن التواصل. بالتالي أنا انتهيت من مناقشة الأسئلة. أتمنى أن وفقت في عرض هذان الموضوعان. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وأهلا وسهلا بكم في آخر درس من دروس المراجعة لكفاية التواصل الشفهي الذكاء التواصلي، مكونات الذكاء التواصلي ومهاراته. فأهلا وسهلا بالجميع. ولعلكم من خلال هذا التمهيد تتذكرون درسنا السابق عن الذكاء التواصلي وأقسامه الأربعة. هذا فقط ما أردت أن أذكركم به. وفي درسنا اليوم هو استمرار لدرسنا السابق، وتأكيد على بعض المهارات التي تعلمنا في ذلك الدرس. ولدينا هنا أهداف الدرس التي يتوقع من الطالب عند نهاية هذا الدرس أن تكون تحققت لديه. وأول هذه الأهداف أن يعدد مكونات الذكاء التواصلي، والهدف الثاني أن يلخص الطالب العوامل المؤثرة في نجاح التواصل الشفهي. فما تلك العوامل المؤثرة؟ الهدف الثالث أن يلخص الطالب العمليات والمهارات الأساسية لإجراء الحوار والتحدث إلى الآخرين. فما تلك العمليات والمهارات الأساسية لإجراء الحوار والتحدث إلى الآخرين؟ سوف نطلع على هذه الأشياء من خلال النشاطات التي سوف نطبقها في هذا الدرس إن شاء الله. الهدف الرابع أن يلخص السمات المميزة للناجحين والمخفقين. الهدف الخامس أن يرسم خطة لمعالجة عيوب التواصل، وهذا يقتضي أن يتعرف الطالب على عيوب التواصل ويكتشف هذه العيوب من خلال ما يعرض له. الهدف السادس أن يحدد المهارة المستعملة في الموقف التواصلي. هناك مواقف تواصلية سوف يكتشف الطالب بمشيئة الله المهارات التواصلية المستعملة في هذه المواقف. الهدف السابع أن يتقن المهارة اللازمة في أي موقف تواصلي يتعرض له في حياته العملية، في حياته الاجتماعية، أي موقف يتعرض له ينبغي أن يتقن العديد من المهارات التواصلية لأي موقف يتعرض له. الهدف الثامن أن يحاول معرفة المقاصد غير المصرح بها في أحاديث الآخرين. فكيف يتوصل إلى هذه المواقف أو المقاصد التي لم يصرح بها؟ سوف يكون لدى الطالب بمشيئة الله المهارة اللازمة لاستكشاف المقاصد من خلال الأحاديث التي توجه إليه أو يستمع إليها.
الهدف التاسع أن يحدد نوع الذكاء الذي يتمتع به الشخص كما يظهر من سلوكه التواصلي، وهذه من أهم المهارات التواصلية التي ينبغي للطالب أن يعرفها. الهدف العاشر هو أن يكون علاقات اجتماعية جيدة داخل المدرسة وخارجها. وهنا نعود إلى صفحتنا الرئيسة، وسوف ندخل إلى نشاطات التعلم. وهذا النشاط الأول عن أنماط الذكاء. هنا أعطانا التعريف والوصف لنوع الذكاء. لاحظوا هنا يقول: معرفة الفرد لقدراته ومواهبه وإمكاناته وما يرغب فيه وما يحاول تجنبه وما يقدم على فعله والأسباب التي تدعوه إلى فعله وعلاقاته بالآخرين والأشياء من حوله. إذن ما نوع هذا الذكاء؟ لاحظوا هنا أن الوصف يركز على معرفة الفرد لقدراته ومواهبه وإمكاناته. إذن هنا نقول بأنه الذكاء الذاتي. وفي الوصف هنا يقول: القدرة على التعبير اللغوي البليغ المؤثر واستخدام اللغة المهذبة لقضاء المصالح وتحقيق المنافع ودرء الأخطار. إذن ما نوع هذا الذكاء؟ ولو نظرنا إلى هذا الذكاء فهو يعني يركز على القدرة على التعبير اللغوي البليغ المؤثر. أعتقد أنه واضح وهو الذكاء اللغوي. وهنا يقول: التحكم في العواطف وتحريرها من مشاعر الألم والحزن والسيطرة على نوبات الغضب وتجنبها. ومن أهم الأشياء هنا السيطرة على نوبات الغضب. والذكاء هنا هو الذكاء الانفعالي. والأخير لدينا، أو الوصف الأخير لدينا لأنواع الذكاء، القدرة على تحليل شخصيات الآخرين ومعرفة مقاصدهم وخصائصهم النفسية. إذن هذا النوع من الذكاء هو الذكاء الاجتماعي. وهنا نعود إلى صفحتنا الرئيسة لنأخذ نشاطا آخر. نأخذ النشاط الثاني، وفي هذا النشاط يقول: مثل مكونات الذكاء التواصلي بمعادلة رياضية. أعطانا هنا الذكاء التواصلي. طبعا نعلم أن الذكاء التواصلي هو مجموعة من الذكاءات. أول هذه الذكاءات الذكاء الذاتي زائد الذكاء اللغوي زائد الذكاء الاجتماعي زائد الذكاء الانفعالي. وبذلك نكون أكملنا هذه المعادلة، معادلة الذكاء
التواصلي. وهنا نعود إلى صفحتنا الرئيسة ونأخذ النشاط الثالث. في النشاط الثالث يقول: خمسة أسئلة تمثل جوهر الذكاء التواصلي. أعطانا هذه الأسئلة الخمسة، وأعطانا علاقة السؤال الأول بالذكاء التواصلي. ماذا يقال؟ قال: اختيار الموضوع المناسب للحديث وانتقاء المفردات والجمل المعبرة عن الأفكار. والسؤال الثاني هنا يقول: لمن يقال؟ وعلاقته بالذكاء التواصلي هي عبارة عن مراعاة جنس المخاطب، ذكر أو أنثى، العمر، صغير، كبير، العلاقة، أب، أستاذ، أخ، زميل، إلى آخر، المستوى التعليمي، متعلم، غير متعلم، وهكذا، البيئة الثقافية، البيئة الجغرافية، كذلك مراعاة العادات والتقاليد السائدة في المكان أو في البيئة. متى يقال؟ وما علاقة ذلك بالذكاء التواصلي؟ هنا ينبغي مراعاة التوقيت المناسب لفتح الموضوع أو النطق نطق جملة معينة. والسؤال الرابع: كيف يقال؟ لابد من اختيار الألفاظ والجمل المناسبة وطريقة النطق، نبرة الصوت، ارتفاع الصوت، تنغيم الصوت، انخفاض الصوت، وهكذا. ودعم هذه الجمل بالحركة الجسدية المناسبة. السؤال الخامس: لماذا يقال؟ وهنا نقول: لابد من معرفة الهدف النهائي من هذا الكلام. هل هو تبليغي أم تأثيري أو تفاعلي؟ إذن هذه هي الأسئلة الخمسة التي تمثل جوهر الذكاء التواصلي. وهنا نعود إلى صفحتنا الرئيسة ونأخذ التدريب الرابع. في التدريب الرابع يقول: أشياء كثيرة تؤثر في نجاح التواصل الشفهي، منها، طبعا هي أشياء كثيرة، ولكن سوف نختصر الأبرز منها أو ما يحضر منها الآن. منها اختيار الوقت المناسب من هذه الأشياء التي تؤثر في نجاح التواصل الشفهي، ومنها وضوح الهدف، ومنها توظيف الذكاء التواصلي، ومنها الالتزام بمسلمات المحادثة، ومنها استكشاف شخصية الطرف الآخر، ومن هذه الأشياء كذلك الانطلاق من الاهتمامات المتفق عليها. إذن هذه الأشياء التي تؤثر، أو هذه من أو بعض الأشياء وليست كل الأشياء التي تؤثر في نجاح التواصل الشفهي. ونعود إلى صفحتنا الرئيسة ونأخذ النشاط الخامس. هنا يقول في النشاط الخامس: أربع خطوات لإجراء تواصل شفهي ناجح. وأعطانا هذا الجدول، هنا الخطوات وهنا المهارات والعمليات الأساسية.
أول هذه الخطوات فتح قنوات الاتصال. فما المهارات والعمليات الأساسية لفتح قنوات الاتصال؟ أول هذه المهارات أو العمليات الابتسامة، التحية، المصافحة بحرارة، الاتصال بالنظر والإيماء بالرأس، تذكر الأسماء، كل هذه الأشياء من الأمور المهمة في فتح قنوات الاتصال. الخطوة الثانية بدء المحادثة. فما المهارات والعمليات الأساسية لبدء المحادثة؟ من أهم هذه الأشياء المرجعية الذاتية. فهنا كل شيء عن نفسك، اسمك، منصبك، خبرتك الوظيفية مثلا أو البحثية، وكذلك هنا مرجعية الآخرين، كل شيء عن الطرف الآخر، أو اطرح سؤالا عليه. ومن المهارات والعمليات الأساسية لبدء المحادثة كذلك مرجعية العلاقة، كل شيئا ما عنكما، وكذلك مرجعية السياق، كل شيئا عن السياق المادي أو النفسي أو الاجتماعي أو الزمني. والخطوة الرابعة المحافظة على الاستمرارية، استمرارية التواصل الشفهي. فمن هذه المهارات والعمليات الأساسية أن تتكلم في الموضوعات المفضلة لدى المستمع والأحداث الإيجابية البارزة في حياته وهواياته. كذلك من المهارات والعمليات الأساسية لا تقل ما لا يحب الناس سماعه، كذلك احترام رغبة الآخرين في الحديث عن أنفسهم، لا تخطي الآخرين بأسلوب مباشر، تكلم وأنصت، لا تصر على أن تكون صاحب الرأي الصائب، تعلم كيف تغير الموضوع. الخطوة الأخيرة وهي إنهاء المحادثة. فما المهارات والعمليات الأساسية لإنهاء المحادثة؟ من هذه المهارات اختيار التوقيت المناسب، إعطاء إشارة لإنهاء الحديث، تلخيص الموضوع إن أمكن، التأكيد على متعة اللقاء. فهذه أبرز المهارات لخطوات إجراء التواصل الشفهي. ونعود إلى صفحتنا الرئيسة ونأخذ التدريب أو النشاط السادس. النشاط السادس هنا يقول الناجحون والمخفقون في التواصل الشفهي. ونلاحظ هنا أنه قيد النجاح والإخفاق في التواصل الشفهي، وأعطانا هنا هذا الجدول يقول أبرز صفات الناجحين تواصليا، وهنا أبرز صفات المخفقين تواصليا. من صفات الناجحين تواصليا وضوح الهدف وتحديده، وكذلك الإنصات للمتحدث. ومن هذه الصفات الانطلاق من النقاط المشتركة بين الطرفين، وكذلك التراجع عن الخطأ. وليس عيبا أن يتراجع الإنسان عن الخطأ، وإنما المشكلة في الإصرار على الخطأ. كذلك من صفات
الناجحين تواصليا اختيار الوقت المناسب للتواصل، ومن صفاتهم أيضا إعطاء الفرصة للآخر في الحديث. أما بالنسبة لصفات المخفقين تواصليا، أعطانا أو طلب منا عفوا بعض صفات المخفقين تواصليا، ولعل من أبرزها هي عكس صفات الناجحين تواصليا. فعند المخفقين تواصليا ضبابية الهدف أو انعدامه، البعض ليس لديه هدف أو البعض هدفه غير واضح. كذلك مقاطعة المتحدث، الناس لا يرغبون في من يقاطع حديثهم. كذلك الانطلاق من النقاط المختلف حولها، كذلك من هذه أو من أبرز صفاتهم الإصرار على الخطأ. من أبرز صفاتهم أيضا الحديث في الوقت غير المناسب، ولعل من أبرز صفاتهم كذلك احتكار الكلام. إذن هذه أبرز صفات الناجحين والمخفقين في التواصل الشفهي. ونعود إلى صفحتنا الرئيسة ونأخذ النشاط السابع. في النشاط السابع يقول: لقد لاحظت أن أخاك مؤهل لمستقبل مشرق، ولكنه خجول انطوائي غير قادر على تكوين علاقات جيدة مع الآخرين، إنه يفتقد مهارات التواصل الناجح. قدم له نصائحك وإرشاداتك. إذن ماذا تقول لأخيك عندما تلاحظ أن لديه هذه الإشكاليات؟ النصائح والإرشادات كثيرة في هذا الجانب، لكن لعل من أبرزها أن تشجعه على الاشتراك في الإذاعة المدرسية، ومنها أن تحذره من التهاون في التنمر عليه، فلا يسمح لأحد بأن يتنمر عليه. كذلك ممكن أن تطلب من المعلمين دمجه مع المجموعات، مجموعات النشاط أو التعلم النشط. من هذه الإرشادات أن توجهه إلى تثقيف نفسه، ومنها أن تشجعه على الالتحاق بأحد الأندية الرياضية، ومنها أن توجهه إلى تكوين علاقات اجتماعية جيدة. ونركز على عملية جيدة، فما كل العلاقات الاجتماعية جيدة ومفيدة للإنسان. نعود إلى صفحتنا الرئيسة وإلى التدريب الثامن. في التدريب الثامن يقول: ما الفوائد التي يمكن أن يجنيها الفرد من نجاحه التواصلي؟ هل تستطيع أن تستشهد بشخصيات من الواقع؟ طبعا من هذه
الفوائد: زيادة الثقة بالنفس، المقدرة على الإقناع، تكوين علاقات اجتماعية ناجحة، الوصول إلى المناصب المهمة. من الواقع الكثير من المشاهير في الأدب. نأخذ على سبيل المثال الدكتور طه حسين، الدكتور غازي القصيبي. وفي الفكر والثقافة هناك الكثير من المشاهير، وفي السياسة لعلنا نذكر من الناجحين في التواصل الشفهي الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وفي المال والأعمال هناك الكثير من الناجحين لعل من أبرزهم الشيخ سليمان الراجحي، وهناك الكثير والكثير من الناجحين في الكثير من المجالات لنجاحهم في التواصل الشفهي. وهنا نعود إلى صفحتنا الرئيسة، ونذهب إلى النشاط التاسع. يقول: أعطي تفسيرا للرسم البياني الآتي. أعطانا هذا الرسم وهذه هي الألوان كما تشاهدون أمامكم. هذا اللون الأخضر يمكن أن نفسره بأنه يمثل الناجحين في التواصل، وهنا اللون الأزرق لعله يمثل الذين لا يمتلكون قدرا كافيا من مهارات التواصل، وهنا اللون الأزرق الفاتح ولعله يمثل الذين يفتقدون مهارات التواصل الشفوي. وهنا نعود إلى صفحتنا الرئيسة ونأخذ التدريب العاشر والأخير. هنا يقول: لخص أهم الأهداف التي حققتها والفوائد التي أفدتها من هذه الوحدة التدريبية. هنا أنتم المعنيون بتلخيص الأهداف، فأرجو من كل طالب يطلع على هذا الدرس أن يلخص أهم الأهداف التي حققها والفوائد التي استفادها من هذا الدرس، وبالتأكيد سوف تكون الحصيلة مختلفة بين طالب وآخر. وهنا نعود إلى صفحتنا الرئيسة وإلى خلاصة هذا الدرس، وفي هذه الخلاصة أذكركم بمكونات الذكاء التواصلي ومهاراته. الذكاء التواصلي وأقسام: الذكاء التواصلي، الذكاء الذاتي، الذكاء اللغوي، الذكاء الاجتماعي، الذكاء الانفعالي. وكل عام وأنتم بصحة وسلامة، والوطن بخير وازدهار وتقدم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.